صح اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. صيانة الشاليموهات. دونك كما قلت لكم البارح هذا الروبيني تاع الدينكي، الروبيني تاع الرأس تاع الروبيني تاع الدينكي هذا ماشي مكسر، راه انا نحيتو معول باش ندير له لصقة من الداخل بور لو رونفورسي. فينالمون انا نكتشف بلي صحيح ما نسيسيت با يعني باش نزيد له لصقة من الداخل، يبان صحيح راهو متين جدا جدا جدا، مكلاش نديرو له لصقة من الداخل هدا صحيح، ولا درنا له نديرو له كالكو غوت على الأعمدة هادو باش نشوف باش تفهموني مليح، فوالا، ولا درنا له نديرو له كالكو غوت باش نرونفورسيو هاد لي بيلي هادو هما الموجودين الداخل لي حاكمين القرص الداخلي، لي حاكمين القرص الداخلي هذا. كاين أربعة شبه أعمدة بلاستيكية، هاوليك واحد، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، وهذا أربعة. نضيفولو هذا نديرولو قطرة من لاريزين مع الدورسيسور، نفس الشيء هنا وهنا وهنا. هذا ما كان مكلاش تعمرو كيما هذا، هذا منكسر عمرناه، هذا مكسر، هذا تاع الروبست مكسر، خطرة عملت له لصقة تاع البيستولي شد ما شد، ولكن مع الوقت ما قالها ما حملش باسكو اللصقة هذيك عيانة ماشي كيما. دونك هذيك الماركة تاع اللصقة باش تعرفوها، هذه هي الماركة تاع اللصقة، هذيك واسمها سلسيل ترونسبارون، هذيك هاوليك أسنان نعاود نصغر دقيقة برك، فوالا فوالا تري بيان. دونك هاي ليك اللصقة هاديك لي قلت لكم عليها. دونك كيفاش هذا القرص الداخلي تكسر في هذه المناطق، هنا كان شكله دائري في هذه المنطقة، ربما راكم تشوفوا شغل ايطوال، هذيك الايطوال باسكو سونتريت هاد القرص الداخلي اللي كان مكسر في هاد المناطق، طار كامل طار، هذا الداخلي طار على هذا ولا مسيباري، هذا القرص الداخلي وحده طار، هذا كامل طار وحده وقعد هذايا، يعني تما ولاو عندي دو روندال، استادير هذا وحده والدخلاني هذا وحده. دونك تكسر هنا في المناطق هذوما، تكسر باش تفهموني جيدا، تكسر هنا في المناطق هذوما. دونك كيفاش باش تواسي هذا النوع من اللصقه؟ لابد تسونطريه قبل ما تشرع في وضع الماده اللاصقه اللي هي لاريزين مع الدورسيسور، قبل ما تشرع في عملها سونطريه. انا درت له كارت، دورت على هذا القرص الداخلي، دورت عليه الكارت ودخلته باش درت له لومبلاسمون، ومن بعد قلبته بهذا الشكل، ومن بعد بالتالي حكمت له فراسودي، انا اللي درت هاد لي زيطوال بالفراسودي، دير له هكذايا باش تحكمه في مكانه الاصلي هكذا بالفراسودي، انا اللي درت له هاد لي غورش بالفراسوديتو بالفراسودي، كي حكم بلاصتو مازال صغد، ومن بعد دوكا رونفورسيناه بالماده ريزين دولسيسور. راك تشوف لي طراس تاع لو فيراسودي كيفاش حكمتو، تما سونطريتو رجعتو لمكانه الاصلي، ومن بعد باش يتسنى لك وضع الماده اللاصقه لا ريزين مع الدولسيسور بطريقه جيده، راهم سونطري في الوسط باش كي ديرو ما يبانش اطلاقا، ديرو ومن بعد دير لا رونديل تاعو، هذا نذكر تاع روبست، بعد تحط لا رونديل، تحط لاروندال هنايا، ومن بعد تعاود تزير ليكرو على لا تيج هذيك اللي خارجه من تشبه مفتاح مربع يدخل منها وفيها فيلطاج، تسبق دير رونديله هي الاولى، ومن بعد دير فوقها الصاموله وتزيرها باحكام، خلاص ما تجيش تحوس عليها هكا كي درنا له هاد اللصقه متينه صلبه جدا جدا جدا. هذه هي اللي لصقت بها الفيديو اللي فات تاع السيراميك،
اكتفي هنا. السلام عليكم ورحمة الله. إذا أعجبكم الفيديو أطهلا. شكرا جزيلا على الثقة وعلى تتبعكم، أعطيكم الخير. صحيح دونك هذا كما قلنا مازال صحيح، بصح نديرو له كلكو كوت من الداخل ما يبانش. صحيح صحيح هذا ما نديرولوش وغير هذا، ما نديرلوش هذا، خليه دوريجين كيما راه. كي تكسر عندنا الحرفة باش نخدمه، ما كان حتى مشكل. يعطيكم الخير، في أمان الله، سلام.